بدي ارجع انا وياك للوساطه الفرنسيه. كنت عم تقول انه الملف الرئاسي مجمد، خليني ارجع على اذا بدك ما قاله الرئيس ماكرون بجولته بلبنان لتحالف دولي ضد حماس وحلفائه، وحلفائه يعني بيعنوا من الاحزاب المقاومه طبعا. يعني انه حزب الله واحد منهم. كنا من اشهر عم نشوف اتصال مباشر ويعني لقاءات مباشره بين الفرنسيين وحزب الله، ماذا يعني هذا الكلام؟ وبرأيك هذه العلاقة انكسرت إلى غير رجعة؟ ما بدي على الأقل بالمدى المنظور يعني مش إنه بالمدى المنظور أكيد التواصل غير قائم حسب ما بعرف يعني من إخواننا بالحزب، بس بالنهاية بدنا نشوف يعني بعد أن تنجلي هذه المواجهة تخلص ويتوقف هذا العدوان على أهلنا بغزة، بدنا نشوف تداعيات هذا الموضوع على المنطقة وعلى الوضع الداخلي ومن سيكون له الأدوار المقبلة على المستوى السياسي. إنما أنا بعتقد أن الإدارة الفرنسية أخطأت خطأ جسيم في إسقاط حالة التمايز اللي كانت قائمة بينها وبين سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا هاي الإدارة الأمريكية، وهذا موضوع سينعكس أكيد على وضع فرنسا في المنطقة. فرنسا اليوم كانت تسعى سابقا إلى أن يكون لها موطئ قدم في المنطقة، واختارت لبنان لأن سوريا مغلقة أمامها، المغرب العربي، الجزائر، تونس، كذا كمان مغلق أمامها اللي عندها يعني حالة استعمارية تاريخية فيها، ما عاد كان في أمامها إلا لبنان. إجا لعنا زيارتين تم الترحيب فيه، الكل استقبلوه والتقى كل القوى وعمل مواقف، والناس حبته إلى للرئيس ماكرون باعتبار أنه واجه المنظومة القائمة وإلى ما هنالك، ودخلوا بعدين في موضوع توتال كانوا بشكل أو بآخر شركاء في تسهيل موضوع ترسيم الحدود. اليوم بعتقد سينظر إلى الدور الفرنسي على أنه مشابه للدور الأمريكي في لبنان والمنطقة، وبالتالي أنا أعتقد أنه فقد ثقة أو على الأقل يعني القنوات الأساسية اللي كان ممكن تخليه يلعب دور، لأنه هو كان طامح من خلال لبنان ومن خلال علاقته مع حزب الله وتبنى هذه المعادلة التاريخية اللي انطرحت سابقا أنه سليمان فرنجي نواف سلام، على أساس أنه هذا الموضوع ممكن أن يعطيه دور ما في الداخل اللبناني ويفتح له أبواب مستقبلية مع إيران في بعد موضوع رفع العقوبات، لأنه وقتها كان في مفاوضات أمريكية إيرانية وكان في اتجاه لرفع العقوبات أو غيرها. وبالتالي أنا أعتقد أن الفرنسي فقد دوره في المنطقة لأنه فقد دوره بلبنان، ولن تكون الأمور سهلة أمامه، خصوصا خلينا نكون واقعيين بالسياسة وفق منطق المصالح. اليوم أنا لما قادر أو لما بقدر أعمل تسوية مع الأصيل، ليش بدي روح لعند الوكيل؟ نعم. يعني إذا أنت حطيت حالك في موقع تابع للسياسات الأمريكية، نعم، وأنا في أعمل تسوية على مستوى المنطقة لنقول بين إيران وأمريكا وتنعكس على كل دول المنطقة وقوى المنطقة، ليه بدي روح أعمل تسوية معك ساعة؟